تظاهر الآلاف من اليمنيين في صنعاء ومحافظات أخرى للمطالبة بتنفيذ قرار قضائي بالتحقيق مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار مساعديه بتهمة تنفيذ ما يعرف بمجزرة جمعة الكرامة في عام 2011. تأتي تلك التظاهرات بالتزامن مع مطالبة منظمة العفو الدولية في بيان جديد لها بتقديم من قتلوا المتظاهرين للمحاكمة وبإلغاء الحصانة الممنوحة للرئيس السابق فورا. كما انتقدت المنظمة الحكومة اليمنية لعدم تقديم من قتلوا المتظاهرين للمحاكمة حتى الآن. تقرير عبد الله غراب من صنعاء. احتشد أنصار الثورة الشعبية في اليمن في هذا الشارع، شارع 11 فبراير، ضمن ما سموها بجمعة العدالة انتصارا لشهداء الكرامة. هؤلاء رددوا اليوم الكثير من الشعارات التي تؤكد على ضرورة إلقاء القبض القهري على الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومن قتلوا المتظاهرين وتقديمهم للعدالة. هؤلاء يحتشدون اليوم بعد يوم واحد من إصدار المحامي العام الأول توجيهات بتنفيذ قرار للمحكمة الجزائية قضى بالتحقيق مع علي عبد الله صالح واثني عشر شخصا من كبار مساعديه بتهمة التورط بقتل المتظاهرين في جمعة الكرامة. شعارات هؤلاء اليوم ركزت على ضرورة تحقيق العدالة وتطبيق قرارات مؤتمر الحوار واستكمال هيكلة الجيش، وأكدت أيضا على أن الدولة يجب أن تفرض سيطرتها على كل مناطق البلاد. كثيرة هي مطالب هؤلاء، لكن الطرف الآخر وتحديدا من لا يزال في صف الرئيس السابق علي عبد الله صالح ينكرون التهم الموجهة إليهم، بل تحدثوا عن كثير من الاتهامات لأطراف أخرى أيدت الثورة بأنها من قتلت المتظاهرين 58 في جمعة الكرامة.